امرأة سقط جنينها في الشهر الرابع وقد نفخت فيه الروح وتبين فيه خلق الإنسان، ولكن لم يتبين أذكر أم أنثى، كيف يسمى؟ أباسم الذكر أو الأنثى؟ وكيف يعق عنه، شات أم شاتان؟ ما أظن الذي يبلغ 4 أشهر وتنفخ فيه الروح ولا يتبين أنه ذكر أو أنثى، إلا إن كانوا خنثى مشتبه، إن كانوا خنثى مشكل يمكن، لكن الغالب أنه يتبين أنه ذكر أو أنثى بمضي 81 يوم، إذا صار علقة تبين فيه أنه ذكر أو أنثى والرض. وأما إذا نفخت فيه الروح لا اتضح أنه ذكر أو أنثى إلا في حالة ما إذا كان خنثى مشكل، فإذا كان خنثى مشكل فإنه يسميه باسم يصلح للاثنين، يسميه عبد الله مثلا أو عبد الرحمن أو ما أشبه ذلك، ويعق عنه. الأحوط أنه يعق عنه 2، هذا هو الأحوط، يعمل بالاحتياط. نعم.